اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة ضروري أنس طابع التحديث. قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بتصف ضغط على التطبيقات، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على انستغرام خاص بكم، سوف نضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة، سوف نضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط على مسح التخزين المؤقت، سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف خاص بكم، سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن عن أنشطة خاص بكم، سوف نظهر على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم أنشطة. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.